حديث العرب من مصر في الأماكن الحية للرحلة التاريخية المباركة السيدة العذراء والسيد المسيح لأرض مصر، مسار العائلة المقدسة. نواصل رحلتنا مع مسار العائلة المقدسة. الأسبوع الماضي بدأنا الرحلة من وادي النطرون ومن كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة ومن كنيسة أبو سرجة، وتتواصل رحلتنا إلى محطات العائلة المقدسة في كنيسة السيدة مريم بالمعادي. ودير جبل الطير بمحافظة المنيا، ثم المحطة الأبرز للعائلة المقدسة في دير المحرق بجبل قسقام بمحافظة أسيوط. الرحلة المباركة حلقات خاصة في حديث العرب من مصر غداً 7 مساء على قناة مصر الأولى.